بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندي مراجعة لكاميرا من شركة أوفون فيكس. طبعا حنراجع الموقع ونشوف الكاميرا ونجرب أداءها. لا يمكن مقارنة الكاميرا في الكاميرا الراكبة لأنه الكاميرا اللي راكبة هي أمسكوب. حنفتح البوكس مع بعض ونراجع الكاميرا بإذن الله. نتوجه للميكروسكوب مع بعض. تمام، نفتح البوكس مع بعض. طبعا الكاميرا يعني تقارن مع فئتها. هنجرب الكاميرا مع بعض ونشوف هل هي فعلا تستحق الشراء ولا لا. كيبل HDMI وبوكس الكاميرا. طبعا الطلبية مرسلة باسم، من شفتها انا، هاي باسم القناة. تمام، الطلبية مرسلة باسم القناة هاي. هنجي لبوكس الكاميرا. تمام، هذا هو. هاي الكاميرا. في عندي HDMI وكيبل وميموري كارد للتسجيل ومنيو اب وداون اوكي واي ار وليد وهالكلام هذا، ومعها ريموت كنترول وفي علبة. تمام، فيها الباور، سلك الباور. تمام، هذا هو. نحن نحتاج سلك الباور والكاميرا فقط. كيبل HDMI موجود عندي جاهز. طبعا وفي ريموت الكنترول ان شاء الله يطلع فيه بطارية وجاهز. ما في بطارية. احاول اعمل له بطارية الان. تمام، اذا نروح على الموقع تبعهم ونشوف الكاميرا كم سعرها وتفاصيل الموقع اللي عندهم. اذا نروح للكاميرا، طلعت انا ولازم اطلع انا. نروح للكاميرا، نسكر هذا. تمام، هذا هو الكاميرا العلوية، نسكرها. طبعا هذا الموقع تبعهم يشحن لجميع الدول، مو بس في السعودية، يشحن لكل الدول. أنا مكتوب عندي سعر هالكاميرا هاي سابقا ب 300 ريال، الآن ب 251. طبعا موقع فون فيكس أتوقع أكيد الكل سمع فيه ولا مر عليه، أو إذا ما سمع فيه حيسمع فيه الآن. إذا نروح للصفحة الرئيسية، هاي صفحتهم الرئيسية، فيها كل التولز، كل الأدوات اللي نحتاجها، حتى مكتوبة في الأسعار. يعني مثلا الـ AY، تمام، الـ AY الـ A108. مثلا عندي أنا من X ل 12 دوت ماتريكس بورد، تمام، 37 ريال. All Standard زائد Face زائد Battery Flex 450 ريال. يعني ست فيس اي دي فليكس، يعني كيبلات بس. احنا حتى في دفع في البيبال اسهل والله كمان، اذا ما في بطاقة بنكية، بس مجرد ما انه نعمل اكاونت، كرييت يور اكاونت، الاسم والاسم الاخير والايميل والرقم السري وكرييت ايميل. طبعا في عندهم كمان خانة او صفحة اسمها نيو ارايف، فيها الحاجات الجديدة اللي وصلت عندهم. مثلا في حتى في حاجات للأطفال كمان، هذا التكسير وهي لمبة الليد وقارئ الدواكر، وهذا الهولدر نفس اللي راكب عندي أنا 240 ريال. كيبل DCSD، تبات. تمام، هذا نفس اللي راكب عندي أنا 18 ريال. يمكن بس العمود ولا إيش هو 18 ريال؟ 110 سيف 18 ريال، انا اوفر 18 ريال.
هذا نفس العمود اللي عندي، نفس الفكرة اللي موجودة عندي تماما، لكن أتوقع أنا اللي عندي هذا يجي أمتن، تمام، يجي أقصى يعني أقوى. في الاي كوبي، في الاي ريبير، في الفيس اي دي، في عندنا خانة فون يو اس بي تشارجنج، تمام، مثل ما احنا شايفين هذا هو. سكرو تولز، واتش ريبير، بي اس بي، هولدرات وسوكيتات، ما شاء الله يحتوي على كل شيء، يعني كل اللي نحتاجه موجود في الموقع هذا. وهاي الكاويات، هاي الكاوية الأكزوس 1072، تي 245 وتي 210، وهاي التي 115، هاي فل كامل، يعني التي 210 اللي نستخدمه مع التي 245 اللي يكون عريض، والمية وعشرة. بس اشوف الكاويات اثنين، لو نيجي نعمل بحث، تمام، نكتب جي بي سي، تمام، ونعمل بحث، طلع لي التبات، السوجان، ما في كاوية جي بي سي، هاي هي موجودة كاوية جي بي سي 1500، خلنا نفتحها، 220 with iron tips، جي بي سي سي 210 صفر 18، تمام، يجي معها هذا التب 1700، يعني سعرها كويس لا بأس به. طيب الآن بعد هذا كله حنتحول بس نرجع نفتح الفيس، ايوه، حنيجي على موضوع، تمام، تشغيل الكاميرا وتجربتها. يعني انا احتاج سلك الباور، اوصل بس سلك الباور، بعدين ادور على ريموت كنترول، ان شاء الله احصل عندي بطارية لريموت الكنترول. تمام، نجيب هذا، نفصل الباور، نفصل ال HDMI، طبعا يجي عليها ستيكر نشيله عشان ما تطلع الصورة ضبابية، تمام، والآن نوصل، حط ال HDMI، ونحط الباور، تمام، اشتغلت معي،
تمام، نجي بس على موضوع البطارية. تمام، هاي بطارية. تمام، ظهرت الكلمة. الآن نجي نضبط الإعدادات، language اللغات، الأوتو وايت بالانس، نشوف أوف، نعملها أون. تمام، ننزل. خلي اوف، نرجع ورا. نروح على تمام، نروح على الاكسبوجن، بس البطارية شوي ضعيفة. تمام، نعمل اون. انا ليش ما اشتغل في هذا؟ اسهل لي خلاص. ها، تمام، هاي الالوان. جميل، اذا اجي على
البرايت، لا مو هذا، هذا ايوه تمام. ها نوضح شوي الصورة. جميل، اي واحد اثنين ثلاثة، كويس تمام. ارجع على الاوتو وايت بالانس، كل الكاميرات لازم نضبطها بالطريقة هاي. الاوتو وايت بالانس لو نعمل ون بوش، نعمل هذا اوف اون كمان كويس، خليه اوف. نرجع على الاكسبو، الاكسبوجر انعكاس الضوء، لو خليناه اون تمام يصير اذا حطينا على بيت شريحة يصير يعكس الاضاءة، او اذا حطينا على اي سي تمام. ها شايفين عند البيس باند، هذا هو لو عملناه اون يصير عند البيس باند يعكس اضاءة تمام. الاوتو وايت بلانس خليه اوف تمام، وهاي الإضاءة مرة أخيرة بس نعمل زوم. طبعا هو أساسه في زوم، شايفين هاي المكونات. نجي على عشان إذا عملنا زوم نخفض الإضاءة شوي، نطلع تمام، نوضح نجي نعمل زوم في الكاميرا اب اي زوم 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 تمام. هاي هذا عشان يعرض الكارت اذا في كارت، وفي توصيلة لليو اس بي، في توصيلة تاخذ دايركت على الكمبيوتر. طبعا في انعكاس في الالوان الاصفر، هذا كله يتعدل امره سهل. هذا ابيض باك اند بلاك اند وايت. الفريكوينسي 60 تمام، و ايوه خف شوي الاصفر. اذا عملنا الاوتو وايت بالانس اوف تمام، هذا هو بإمكاننا نتحكم في الألوان. احنا نعمله اوف اون عشان يتعادل مع الألوان لوحده. في حال نزلنا لهالعمق والإضاءة كانت في أعلاها نرفع الإضاءة من الإعدادات، شايفين ها زادت الإضاءة صارت الصورة أوضح. كاميرا لا بأس بها يعني كويسة، طبعا أنا كنت أشرح وهذا ما كان، وكان طالع معي أنا هذا هنا، لكن أنت عندما تضبط الإعدادات عندك مكتوب عندك اللانجويج اللغات أول وحدة تمام، واللاين سيت إذا تريد تطلع خط في الشاشة، هذا هو ارجع عليه اللانجويج اللغات، نشوف هاي اللغات اللي موجودة لاين سيت يطلع لك لاين واحد شايفين طلع خط واحد تمام. هاي هو نعمل اللاين اوف
ارجع مرة ثانية، الاكسبوجر، الانعكاس، الاوتو وايت بالانس، معادلة الاضاءة، كولر، الاضاءة، فريكوينسي التذبذب، ريكورد سايز، التسجيل، ريزوليوشن 48 ميجا بكسل اللي هي اعلاها 48 ميجا بكسل، الميرور انعكاس، المونيتور قياس الشاشة، الاضاءة، الكونتراست الحدة، بعدين الفورمات، فورمات للديت اند تايم عشان تطبع او يطلع عندك الوقت على الشاشة، والسيستم ما شفناها، خلينا نشوف ايش مكتوب سيستم، يعني ايش سيستم. تمام، سيستم انفو، كارد انفو، فاكتوري ريسيت. فكاميرا لا بأس بها مقارنة مع باقي الكاميرات اللي في نفس المستوى. بالتوفيق للجميع، تحياتي للجميع، أخوكم وسيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.